إذن بسم الله الرحمن الرحيم، ختامها مسك لأهل الختام، ينطلق آخر أشواطنا لهذا المهرجان في هذا اليوم. بسم الله وعلى بركة الله، ولا يفوتني أن أشكر كافة الزملاء المعلقين وكافة النقل والتصوير وسيارة الأذاع. إذن على بركة الله وتوفيقه، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وتعالى وبركاته. من هنا، من على أرضية هذا الميدان، ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وسكنه فسيح جناته يا رب العالمين، لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم ونحيي حضراتكم من ثالث أيامنا مع انطلاقات فعاليات مهرجان الأردن بنسخته الرابعة لعام 2024، الذي يحظى بدعم كريم من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين، الذي نهض بهذه الرياضة، رياضة الهجن، للمستوى المنشود. كما لا يفوتني أن أرحب بالأشقاء القادمين من الدول العربية الشقيقة، الذين أتوا للمشاركة في هذا المهرجان، فأهلا وسهلا بجميع الحاضرين. إذن على بركة الله ينطلق شوط الزمول المحلي، الشوط الثاني. المسافة المحددة والمقررة هي 6 كيلومترات، هي الحكاية والرواية ترويها لنا هذه الشعارات وهذه الأسماء: محبوب، الفايز، رصيد، ديباج، امهقوي، شاهين، الربع، كساب، عليان، سلام، بتار، نصيب، سمحان، سراب، الأشعل، مزعل. هذه الأسماء التي أعلنت عند تواجدها على قائمة السجل. إذن نبحر مع الصدارة ونبحر مع المقدمة. من يقدم لنا ديباج؟ صخر بن عواد الزوايد. يا صخر، أنت الممثل لمملكة الأردنية الهاشمية، يا مرحبا بشعارك على ظهر ديباج. يقدم لنا ديباج على الصدارة وعلى المركز الأول، وفي ثاني المراكز هنا التسلل والوصول، وعلى ثاني التحديات القادم بكل قوة. شاهين خدر فراج أبو جذيل، من يقدم لنا شاهين؟ أبناء الحميمة يطالبونك يا أبو جذيل بالانتصار، يطالبونك بسيفي ولي العهد، بيطالبونك بالمجد التليد والأسماء القادمة. وعلى ثالث المراكز واصل مهقوي، إبراهيم أيضا، خليل إبراهيم، أبو معيتق واصل في هذه اللحظات على ثالث المراكز. وعلى رابع المراكز واصل كساب من الكاسب، من الرابح في هذا الشوط، واصل كساب بكل قوة، واصل أشرف بن علي بن محمد المسامر العطوي. مرحبا بشعارك يا علي يا ابن المسامر يا العطوي، يا مرحبا برئيس لجنة، رئيس اللجان، مرحبا برئيس رجان الهجن، مرحبا بقوة قدومك على ثالث المراكز ورابع المراكز وعلى خامس المراكز. والتسلل هنا والوصول
الفول من واصل الربع محمود بن محمد بن عواد السعيديين يقدم لنا الربع. أبناء وادي عربة، أبناء وادي عربة يطالبونك يا السعيدي، يطالبونك يا السعيدي في الأيام، في الأيام هذه يطالبونك بالانتصار والواصل في هذه اللحظات. سلام ويبدأ الكلام معك، معك يا صالح يا بن سالم يا بن مطلق يا الزوايد، من يقدم لنا سلام وواصل في هذه اللحظات؟ بتار، بتار على ثامن المراكز، أحمد بن عبيد يدفع لنا ببتار على ثامن المراكز وعلى تاسع المراكز. واصل محبوب ابن البترة، معك يا محمود يا بن محمد يا بن جمعة يا البدول، يطالبونك يا راعي محبوب بالانتصار، وسيفي ولي العهد ينتظر اسم من بين هذه الأسماء، اسم يلمع، اسم سطع لكي يكون ممثل المملكة، ولكن العودة، العودة للصدارة، العودة للمقدمة، العودة للصراع، العودة للنزاع، العودة لديباج ينفرد انفرادة تامة نحو الانتصار، نحو الانتصار، نحو سيفي ولي العهد. ينتظر، ينتظر ديباج والأسماء قادمة من الخلف. صخر بن عواد العنابي، شعارك يا صخر يا بن عواد العنابي، يا عذابي، يا عذابي من صخر بن عواد يا أبو زيد، يدفع لنا بديباج، يدفع لنا بديباج. والانتصار وين؟ الانتصار وين؟ يا مرحبا بالقدوم على ثاني المراكز، ثاني المراكز، الوصول في هذه اللحظات. ام هقوي، ام هقوي، ابراهيم بن خليل ابو معيتق، يا ابو معيتق يقدم لنا هذا الشعار. واصل ام هقوي على ثاني المراكز والواصل في هذه اللحظات، من يقدم لنا شعار؟ شعارك، شعارك ينتقل من مركز الى مركز. شاهين يا شاهين، خذر فراج، ابو جذيل، يا ابو جذيل، شد الحيل، شد الحيل، ما بقى من المسافة شيء، ما بقى من المسافة شيء. يلي تبي الانتصار، يلي تبي النماس، اضرب، اضرب، اضرب. سيفي ولي العهد من يصافح يد صاحب، صاحب السمو الكريمة، من يصافح، من يصافح اليد الكريمة. سيفي ولي العهد في الانتظار والأسماء قادمة. بتر على خامس المراكز وسادس المراكز والأسماء، ولكن العودة، العودة لصخر، العودة لصخر. انت الفخر، انت الفخر يا ابو زيد، انت الفخر. هذا الشعار الممثل، ممثل المملكة. يا مرحبا بشعارك يا صخر بن عواد بقيادة المضمر احمد بن عواد، احمد بن عواد. يا ابو سلمى، يا ابو سلمى، من يقدم لنا هذا الشعار؟ يا سلام، يا سلام، بقيادة المضمر احمد بن عواد. يا سلام، والأسماء قادمة، 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 ولكن عصا تراكد، عصا تراكد، عصا تتسلم على الغارب. العصبطان، العصبطان، القوس قوسك والسهام سهامك يا صخر يا بن عواد، السهم قوسك، السهام سهامك، والأسماء قادمة. وعلى الكيل الأخير تقدر تطير، تقدر تطير. روح، روح يا راعي ديباج، روح يا راعي ديباج. واصل بتار، واصل بتار، الشيخ عبيد قادم، الشيخ عبيد قادم، قادم على بتار لكي يحقق الإنجاز، لكي يحقق. سيفي ولي العهد والأسماء قادمة من الخلف. السعيدي قادم، السعيدي قادم، صدقني يسعد أيامك يا السعيدي في هذه اللحظات. بق
بقدومك بقدومك مع الربع مع الربع. الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة. بتار يختار آخر الأمتار. بتار 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 يبتر الأمور. الشيخ عبيد الزوايدة الشيخ عبيد بن محمد الزوايدة يقدم لنا بتار يقدم لنا بتار آخر الأمتار آخر الأمتار. بقيادتك يا أحمد بن عبيد بقيادتك يا أحمد بن عبيد. يا سلام. والمنصة الرئيسية تقترب 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 والفوز محمل على ظهر بتار على ظهر بتار. تهانينا تهانينا وألف مبروك الشيخ عبيد الزوايدة. سلام سلام أحمد بن عبيد الزوايدة. سلام على هذا الانتزاع انتزاع الشوط الزمول المحلي الثاني. وفي ثاني المراكز واصل بكل قوة مهقوي إبراهيم بن خليل إبراهيم أبو معيتق. وفي ثالث المراكز واصل الربع محمود محمد عواد السعيدين. وفي رابع المراكز واصل شاهين خذر ديباج عفوا واصل ديباج صخر عواد الزواد. والتوقيت الزمني 10 دقائق و15 ثانية. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين.